ما رأي فضيلتكم بالصلاة النارية؟ احنا عندنا الصلاة بتاعتنا بتدخل الجنة، فأدي الصلاة النارية دي يعني قد أكون سمعتها من قبل، لكن لا أعرف هذا العنوان، ويبدو أنه عنوان بدعي، وقانا الله وإياك من البدع. وما رأيت في كتب الفقه المعتمدة التي ينقل عنها الفقه وينقل عنها العلم ما يسمى بالصلاة النارية، ولعلها من محدثات وبدع غلاة التصوف. وأقول غلاة لأن التصوف قد يكون ربانية وتزكية للنفوس وتحقيقا لمقام الإحسان من مقامات العبادة، وقد يكون بدعة وتنسكا على غير هدى، وقد يكون خروجا عن العقائد الصحيحة، فهو ميراث مخلوط. لا نستطيع أن نستصحب حكما واحدا فيه بقبول مجمل أو برفض مجمل، إنما نعرض ما يقوله الناس بشأنه على الكتاب والسنة، ما كان صوابا قبلناه وما كان خطأ أو باطلا رددناه. وإن أئمة القوم، إن أئمة الهدى فيهم كانوا يقولون إنه لتقع في قلب النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. إنه لتقع في قلبي النكتة من كلام القوم، نكتة عن المسألة الخفيفة مش معناها الجوك يعني، إنه لتقع في قلبي النكتة من كلام القوم لا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. إذا رأيتم رجلا يمشي فوق الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا بحاله حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين.